الآن نذهب وإياكم إلى رأي ناشطين من الديوانية مركز محافظة القادسية بشأن تزايد معدلات الانتحار في محافظتهم، حيث حملوا الحكومة مسؤولية حالة اليأس والإحباط التي يعانيها الشباب. نتابع. كثر الانتحار، الانتحار كثر بالديوانية، الدمار كثر بالديوانية. أنت رئيس الوزراء من جهة الديوانية، شنو سويت للديوانية؟ شنو سويت؟ شفت الشباب، شفت الخريجين، شفت العاطلين، شو سوى طابل المحطة مال الكهرباء؟ شو سوي؟ شبيها الكهرباء؟ هي ماكو كهرباء، من جينا لهاي الدين إلى اليوم ماكو كهرباء. شو سوي طابل المحطة؟ خذت لك فرة وطق الصورة ورحت، ماكو هيجي. شفت الشباب، شفت الناس تعبانة، هاي الأطفال بالتقاطعات شفتها. سيوف حبيبي، رئيس الوزراء اجى راح شاف محطة الكهرباء وشاف الدجاجة بيضت لو بعدي. انت جاي من بغداد لهنا تشوف على المواطنين بالديوانية، تشوف الدجاجة بيضت لو بعدي. تعال غير تنزل للشوارع، غير تشوف الوالد مش محتازة، غير تشوف مستوى الخدمات. الديوانية محافظة منكوبة. انت من جاي يا رئيس الوزراء؟ انت مودع وعدتنا الكابينه الوزاريه ما تكفشت. اطلع قدم استقاله، سويت كل شيء ما سويت. هم ترجعت محاصصه ورجعوا نفسيتهم.